وقفت مصالح أبن تلمسان في تاريخ اليوم 5 ديسمبر 2023 رفقة مختلف الشركاء على إجراء تمرين افتراضي للمخطط الاستعجالي لمطار تلمسان زنازة لصالح الحاج عن موضوع خروج طائرة عن المدرج أثناء عملية الهبوط مما أدى إلى انشطارها إلى جزئين واشتعال النيران. الهدف الرئيسي من إجراء هذا التمرين الافتراضي هو الوقوف على مدى جاهزية مختلف المتدخلين من خلال تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية في مثل هذه الحالات، وذلك لغرض تقييم درجة التلصيق خلال جميع مراحل التدخل. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.